رأس قدس الأبع معد طوال كاهن ورعية قلب مريم الطاهر للاتين ألف حيث قداسة تجديد الوعد الكشفي لمجموعة كشافة ومرشدات البطريركية المصدر تحت شعار قم وامضي مسرعاً. شارك في القداس المرشد الروحي للهيئة العامة الأب فراس عريضة والأب سليمان حسان كاهن الرعية. كما تم تسليم الأب عماد قلادة القديس جوارجوس شفيع الكشافة الكاثوليكية العالمي، وهي أعلى رتبة كشفية كاثوليكية، وشهادة عضوية أخوية القديس جوارجوس التي أعلن عنها في مؤتمر الكشافة الكاثوليكية العالمي. حضر القداسة قادة المجموعات الكشفية وأبناء الرعية والقادة المؤازرون في المجموعة. الكشفية حلوة وفي لها قصة، قصتها حلوة وفي لها معاني. الكشفية مش نشاط، مش تحكوا على أهليك ونازلين على الكشاف عن نشاط. الكشفية مش نشاط، الكشفية رسالة، هي حركة، حركة عالمية، حركة كنسية، هي في لها رسالة. كل واحد بيشوف ربنا برسالته. اللي أسس الكشاف بادن باول، كلكم سمعتوا قصته وحكولكم عنه القادة. بادن باول لما كان بده يعمل كشاف كان في حروب في العالم، كان في حروب أهلية، طلب إنه يستقيل من الجيش وأسس هاي الكشفية. أخذ بعض الأشياء الموجودة في الجيش البريطاني وحط فيها روح الكشاف. كان في كثيرين شباب بعاد عن الله وبعاد عن الإنسانية، حاول يربي الشباب من خلال الشباب. عشان هيك في الكشاف في عنا إشي بنسميه نظام الطلائع، كل مجموعة صغيرة بكون في واحد عريف الطليعة. بادن باول في كتاباته، كتاب الكشفية، كان يحكي تربية الشاب من خلال الشاب، لأنه بدناش دائماً المعلم، المعلمة، الكبار الناضجين، لا، إحنا بنتعود على المسؤولية. في الكشفية في شيء حلو كثير، ما بعرف أنتم منتبهين له ولا لا، الفلر اللي لابسينه، الزي الكشفي الموحد، تعرفوا ليش عملهم بادن باول؟ عملهن حتى يحكي إنه كلياتنا إخوان، الأخوة العالمية، كلياتنا نفس المستوى، مش غني فقير، الكل منلبس نفس اللبس ومنشارك نفس الرسالة.